بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله.